احكي لي بابا شنو اللي صار وياك بالكلية. أنا احكي لك شنو اللي صار. بالحلقة القادمة النقاط بدت تنحط على الحروف. زميلك وسام كان هنا، أبوك حكى وياه وقال له هو أبويا. راح تتجرأ طيبة وتكشف المستور. إيش هي اللي تحب بتشارع؟ طيبة الليلة 11 بتوقيت بغداد على أم بي سي العراق. رمضان يجمعنا.